السلام عليكم، صباح بخير. جيسبر تكونوا مزيانين. Hello guys, how are you? I hope you're doing good. Today I'm gonna share with you the way how I make bread. One way to make it bread with the milky seed. Okay, stay with me. And another thing, I'm gonna show you how to make tagine. Very easy chicken potato with olives. With the preserved lemon tagine. السلام عليكم، صباح بخير. جيسبر تكونوا مزيانين. صراحة اليوم جيت نشارك معكم واحد الطريقة ديالي باش تنصايب واحد الخبيزات كنحتاجهم في لي ساندويتش، ولا المهم خبيزات صغار بالزرارع. بالزرارع تيكونوا غنيين، تنديروا فيهم زيت العود، البيض، دونك تيجيو لذاد. انا جيسبر تجربوهم ويعجبوكم مع واحد الطاجين بالدجاج والزيتون والحامض مسير. بين قوسين انا عارفه بزاف ديال الناس تنعرفو كلشي، دونك المغاربه منهم تيشوفوا ان الفيديو مثلا دي ديتاي مثلا هما عارفينهم، دونك بليز غير خاصكم تفهموا. انا تيشوفوا عندي شي في هذه المجموعه الصغيره دابا اللي عندي واحد اختلاف الجنسيات بزاف. كاين الناس اللي ما تعرفش طيب، كاين اللي باقي ما تيعرفش عادي تيتعلم طيب، كاين اللي ما تيعرفش طيابنا، ما تيعرفش الطريقه ديال كيفاش تنطيبوا. حنايا كاين اللي بزاف اللي تيقولوا لي دابا تحاولي تشاركي معنا الطريقه الطياب المغربي المروكن فود، دونك غير استحملوني. انا عارفه دي ديتاي تيجيوكم، الواحد اللي كي تيكون تيعرف يطيب وموالف تيطيب دونك غادي يجوه مملين، بصح سمحوا لي سمحوا لي واستحملوني شويه. مي خاصكم تعرفوا ما يمكنش نسكيبي هذاك الشيء. كاين اللي تيقول لك كيف درتي لها الطريقه هنا، كيف درتي؟ انا راه ايزي ليا، سهل ليا، نقول عاد نلوح المقادير وندير. مي انا باش تعرفوا عندي ناس علاش اختاريت تنهضر باللهجه المغربيه دونك، وكاين بالانجليزيه، لان كاين اللي ما تيعرفش، واخا عرب وما تيعرفوش الزانغريديو مثلا بالمغربيه تيعرفوهم بالانجليش. دونك انا راه متعمدها دونك باش يفهموا. عندي واحد الخليط تعرف شي، عندي نتا تصب اليونيين وما كرهتش المره الجايه نبقى نقول لهم ندير دي فيديو تصب اليونيه، يعني لانهم تيبغيو ماكلتنا بزاف تيبغيوها. وجيسبر نكون خفيفه عليكم واستحملوني. دونك غادي نبدا. انا ديجا بديت في الخبز، بديت واحد العجن، بديت ديجا واحد العجنه، وغادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوها وتشوفوا الطريقه ديالي فيها. يلا بقاو معايا. You see I already start one. شتو انا ديجا كنت عجنت واحد العجنه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هذا الخبز تيجي غزال 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 زعما الصراحه. In our blender we gonna, you see I already did one eggs. تنحت نديرو بيضة، تندير جوج بيضات. أنا درت جوج ديال البيضات، وتنديرو نص كاس ديال زيت العود. تو إيجز أند هاف كاب أوف أوليف أويل. أنا تنديري بيديا بعيني ميزاني. نتوما ديرو نص كاس ديال زيت العود و سام سولت ان سام اوف نيجيلا سيدز. يو كان فاوند ات ان ذا انديان ستور او يو كان سكيب ات اف يو لايك. هذا السانوج تندير انا لداخل وتندير على برا. تندير واحد نص معلقه مثلا باسكو انا ديجا درت في سيزامي سيد زنجلان. تندير مثلا انا تندير ديجا تندير 2 سبونز اوف سيزامي سيد اور 3 اوكي دازنت ماتر اوكي. تنديرو زوج ولا ثلاثه د المعلقه ديال الزنجلان باسكو انا معلقه صغار. انا اوريدي راه درت، غير بغيت نصايبكم د فلاكسيد. فلاكسيد هي زريعه الكتان. اند 1 بيك كاب اوف ووتر اند
وان انغريديانت يو كانت اسكيب ات. تنزيدو كاس ديال الماء، الماء عرفتو على حسب فهمتي الخليط. ميلك باودر، باودر ميلك، اوكي. الحليب ديال غبره، اي واحد اللي عندكم باودر بودره، حليب بودره، تنديروا واحد زوج. شتي هاد لي زانغغيديون يمكن لكم تنقصوا فيهم ولا تزيدوهم، بصح بهاد لي زانغغيديون عرفتي ثقوا بيا راه تيجي غزال هاد الخبز. و دونك ان اور بوت وي غون اي ديد سام سيمولينا، سميده وشويه ديال الفورس، تنخلطوه. And we're gonna put the yeast, okay? One spoon of yeast. الخميرة الفورية، المعجونة ديال الخميرة. تنديرو مثلا two small. This is small spoon. We mix everything. After we mix the eggs and everything, we're gonna add our flour. Now for this ingredient, I did like 2 cups of multi-purpose flour and 1 cup of semolina, okay? And we mix and we see if we need to need something or no. تنخلطو، تنزيدو الدقيق ديالنا وتنعجنو. يمكن لكم تعجنو باليد، اوكي. انا يدي مريضه دونك غادي نعجن في هذه، عندي فيها عجانه وفيها مولينكس. I add the rest of the flour. I'm gonna add all of them. I'm gonna نعجنو، تنعجنو صافي. غادي ذات سيت، وي غونا بوت ات ان ذا بيج بول اند وي غونا ليت ات لايك فور تو ذا دوف. اور دوف لايك جيت لايك دابل لايك 15 مينيت. غادي صافي تنديرو فواحد، نخلطو مع داك العجين اللي انا اللي ديجا عجنت، وتنخليو يخمر في البول ديال في البانيو ديالنا ولا في البول ديالنا حتى يخمر كامل في مره، حتى يتضاعف الحجم ديالنا. شتوم بعد ما خويت انا وخلطت، شفتي يمكن لكم تخلطوا البيض وزيت العود وهذاك الشيء كامل وتخلطوا في البانيو وتعجنوه، غير العجينه تتكون شويه خفيفه. تنخليوها هنايا وتن شفتوا كيف تجي، تنخليوها تخمر كاريمون. ويلي تيت لايك اباوت 15 مينيت انتل اور دوف لايك جيت دابل. And we're gonna come back to make it small balls and we cook it, okay? And بعد هيا غادي نخليها تخمر وغادي نعاود نرجع لكم باش نخليوها تتخمر في مرة، تتخمر هنايا عاد تنقرزوها وتنخشوها ديريكت في الفران. In the bowl we're gonna prepare our seed. This is oats. هذا الشوفان. This is the نيجيلا seeds. نيجيلا seeds. This one is the black seed. نيجيلا seeds. I don't know if you can see it. And sesame seed. And some flax seed. زنجلان وسانوج وفلاك سيد هو زريعة الكتان وشوية زريعة إلى عندكم. This is sunflower seed. I don't have a lot. And we're gonna mix all together. That's what we're gonna need. And we're gonna need a bowl of some water. Just a little bit of some water. And we're gonna see our dough. نشوفوا العجين ديالنا واش خمر دابا. شفتوا؟ ها هو خمر. هو خمر لينا. غادي نبداو نقرصوه. We're gonna put our hand in some water and we're gonna pick up some of the dough like that.
انا هزوت نفزقو يدينا، تنديرو يدينا في هذا في الماء، هاد العجينه في الماء، وقلنا بوتي جيس لبن دووتر. You can see. I do another one. Put my hand again in the water. I pick up some of the dough. We put it. تنديرو هنفزقو العجينة ديالنا في الماء. شفتو؟ تنفزقوها في الماء. وتنجيو نحطها فوق من هاد الزرارع اللي عندنا. You see هكا داك الماء الدور ديالو غير باش ما يلصق ليناش، باش يلصق لينا الزنجلان. ذا ووتر ذا وي نيد ات جاست تو ميك اور سيد ستيك ان ذا اور دوف. اوكي بغينا نشويو انذر وان. You see I pick up some dough. Put it just in water and we take it off and put it in our seat. شتي هكا تنشدو تنقرصو حتى يدخل هذاك لصق لينا دوك الزرارع مزيان باش ما يطير ليناش هذاك الاخر من تيطيب تيبقى لاصق لينا. If you want nice circle you can use the circle but actually for me sometime I use it but if you want nice the same circle you can use. You see this circle, use it and take it off. For me I don't use any circle. I put my hand in the water, I put like that. I put some in the water. I put it in the seed. تنديرو الشمال تنديرو من الفوق فهمتي. You see how? And I put it. It's more easy. I'm gonna wait until I finish it. You can make another shape too if you want, not circle like this one. الا بغيتو تبدلو ما ديرهم بحال دي باغيت تديرو ليهم هكا مثلا بغيتو ديرو بهم دي ساندويتش وتديروهم في الماء ومن تحطوهم يتقرصوا يسي. You can do any shape you want. See? You pick up. You do like that. Put it in the water. Don't worry. Very well. That's why our seed doesn't go out. Alright, I'm done. We can pick up like a knife and we put like eggs. تنشدو الموس و تنديرو بحال eggs. Okay, we're gonna put it in the oven and the oven, we didn't preheat the oven. We're gonna put it in. Inside the oven, then we turn on the fire. Like 380 or 380
or 75 whenever you want and just watch it. Okay. صافي من تنساليو تن ما تنشعلوش الفران تنخليوه بارد تنخشيو الخبز ديالنا السني ديالنا في الفران وتنشعلو عليه البوطه دونك ما حد هو تيسخن هذا وتيطيب شويه عليه. اوكي ما تسخناش الفران انا يلا غادي نخشيه في الفران وعاد نشعل. After I put it in, you see the oven, it's not on. We're gonna start bake like 70 or 80. Our bread is ready. You see, it's very, very yummy. Try it. I made many. You can leave it at the fridge or freezer whenever you want it. Just take it out like 30 minutes before, or put it, or just right away if you want it. Put it in the microwave or warm it a little bit, and you're gonna stay the same thing. It doesn't change at all. هلا تقول كنت نقول الخبز ديالنا راه إلا صايبتو بزاف بحال مثلا أنا تنصايب إلا صايبت بزاف تتخليوه في الثلاجة فاش تحتاجوه تخرجوه قبل ولا تخرجوه ديريكتومون وتخشيوه في الفرن يعني تدفيه شويه تيبقى فريمون تيبقى واحد المده طويله الا درتوه. المهم جربوه جيسبر يعجبكم. سلام. فور اور طاجين وي غونا نيد تشيكن طاجين غونا اد سمول سبون اوف كركما 1.5 spoon of black pepper. في الطاجين ديالنا غادي نحتاجو الخرقوم كركما and black grounded pepper الفلفلة الكحلة الحبة الكحلة البزار ديالنا و غادي نحتاجو شوية الملح salt 1/2 spoon and we gonna this is I have here saffron you're gonna put some and we're gonna add our ginger powder and we're gonna mix our chicken we add more saffron that's why it's mixed well تنزيدو شوية زعفران شعرة ديالنا باش يخلط لنا هاد الدجاج ديالنا صراحة with the hand is much better After we mix it, we put olive oil like 2 spoons of big spoons of olive oil. We turn the our fire in the low. We add our onion. I have one onion, chopped onion. واحد البصلة. بصلة. And we cover it a little bit, like 5 minutes. After 10 minutes, see, I did it 10 minutes. أنا بعد 10 دقائق أنا تعجبني نقلي شوية دجاج صراحة بوحدو أنا غير بطاطا تطيب دغيا فهمتو because our potato It's cooked like the, it doesn't take like long time for cooking. بعد ما تشرح لنا الدجاج ديالنا Now we're gonna add our potato. Okay. In the top, all our potato.
We add all our potato. We're gonna put the rest of saffron with half cup of water. If you don't have saffron, use just a half of a cup of water, some salt, little of salt, all the to give some taste to our. I'm gonna add one ingredient is paprika, sweet paprika, tahmira. And our reserved lemon. Remember the lemon I need. Put it in the top and some olives. I'm gonna finish all this this saffron. Some fresh persil and cilantro. And we're gonna leave some at the end. Our kalamatas olives, any olives you want, you can make. Because I'm making درزنا الزيتون ديالنا اي زيتون عندكم. انا عندي هذا الحمار ديال الدجاج ما فيش سيدلس فيش العلف. That's all. And we're gonna cover it and let it sit for low cook, okay? Low fire. You see, after a little bit, this small sauce. We pick up this sauce. شو أنا بعت يطلق لي هذا الشير هذا صغير هذاك نص كاس صغير ديال هذاك الخرقوم تيطلق لي الماء الطاجين. دونك تنحاولوا. That's why we give our potato very good taste. Okay. Okay. We close this. And our tagine, it's ready. See, this now is ready. I check. You see, the potato is ready. Wow, what tagine ديالنا وجد. This is our tagine and our bread. Moroccan bread and Moroccan tagine. I hope you like it. Just try it. It's very simple, easy, easy ingredient. Just try it and I hope you're gonna like it. هاو الطاجين ديالنا ديال اليوم والغديوة ديالنا ترفقوها مع شليضة عادية وبصحة والراحة. بصحة والراحة. You see it's very soft. You see chicken too. See our chicken, it's cooked too, not only the you see chicken. All right, مع السلامة وخليتكم على خير.